ما يحتاجه العراق اليوم هو ما عبر عنه السوداني في تصريحه لوكالة رويترز في بداية هذا العام، حينما قال نريد اتفاقية مع الولايات المتحدة ونريد انسحابا سريعا من العراق للقوات الأمريكية. بناء على القرار الذي صدر المجلس النواب في 2020، وبناء على انتهاء حقيقة مبررات الوجود الأمريكي، لأن كما يعلم الجميع في 2014 كانت مبررات الوجود الأمريكي ثلاث مبررات مهمة، وهو محاربة داعش وتدريب الجيش العراقي وتوفير غطاء جوي للقوات الأمنية وللجيش العراقي. هذه كانت هي المبررات. اليوم هذه المبررات انتفت، ليس هناك يعني عمليات قتالية كما أعلنت حقيقة أعلن العراق في 2021 انتهاء العمليات القتالية وفي كل العراق لمحاربة داعش، وبالتالي انتهت مبررات وجود القوات الأمريكية في قضية تدريب الجيش العراقي وكذلك في توفير الغطاء الجوي. بقت هناك نقطة واحدة، وهي بقية بقت هذه النقطة هي قضية المشورة العسكرية التي يحتاجها الجيش ويحتاجها العراق في هذا المجال. لكن الأمر المهم جدا هو يعني تنظيم العلاقة. كما يعلم الجميع أن هناك يعني إشكالية كبيرة جدا في العلاقة العراقية الأمريكية، هي ليست علاقة تحالف وليس علاقة صداقة وليست علاقة شراكة وليست علاقة عداوة وليست علاقة طبيعية. هناك حقيقة خلط كبير جدا في هذه العلاقة، وتحتاج إلى توضيح من جانب العراق ومن جانب الولايات المتحدة. بماذا تصفها سيد علاء هذه العلاقة؟ نعم، بماذا تصف هذه العلاقة؟ إذن هي علاقة هلامية، أنا أصفها من العلاقة الهلامية المتشابكة والمتقاطعة. هناك حقيقة مصالح عراقية وهناك مصالح أمريكية، لكن هناك عدم وضوح في العلاقة بين الطرفين. لذلك طيب. على سبيل المثال يعني السيد في معهد واشنطن يقول ديفيد بولوك أن يعني انسحاب القوات الأمريكية من العراق خطأ كبير، كما يعتبره السيد ديفيد بولوك. لماذا خطأ كبير؟ يقول أنها ستفقد التوازن بين الولايات المتحدة وبين إيران، وهذه أيضا مصلحة. هذه النقطة يجب أن نقف عندها، ويجب على الحكومة العراقية أن تطمئن الجانب الأمريكي بأن العراق لا ينجر إلى أي طرف في الخصومة بين الولايات المتحدة وبين إيران. طيب. ويقول أيضا، يضيف ديفيد بولوك في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات الشرق الأوسط، يقول أيضا يعني الانسحاب الأمريكي من العراق سيخلق فرص أكثر تهديدا لأمن إسرائيل. نعم. أيضا إذن معنى ذلك بشكل أو بآخر العراق أعلن موقفه، وأعلن بأنه هناك يعني سيادة عراقية لا تسمح لإيران بأنه تكون يعني متدخلة في الشأن العراقي بهذه الطريقة. يجب أن يطمئن الجانب الأمريكي، هذه نقطة مهمة جدا. أما ماذا تستفيد الولايات المتحدة من هذه العلاقة؟ سأقول لك بشكل مختصر جدا أن الولايات المتحدة وفي هذا الظرف سيكون لها أكثر من جولة مفاوضات مع الجانب العراقي، ليس فقط في الشهر السابع، وإنما أيضا هناك جولة مفاوضات أخرى ستعقد بالشهر التاسع أيضا، وتستمر هذه الجلسات. نعم. لأنه الولايات المتحدة مقبلة أو على أبواب انتخابات. صحيح. والسيد بايدن يريد حقيقة أن يحقق أي شيء أو يقول للشعب الأمريكي بأن هناك إنجاز ما سيحصل.